بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصتنا اليوم لدرس التربية الإسلامية. أنا أحب رسولي. ما هو اسم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتي. ورسولنا الكريم يدعونا إلى التمسك بالسنة النبوية المباركة، والسنة النبوية هي كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فيجب علينا أن نقتدي برسول. قال بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تساعدنا أن نقتدي به في حياتنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نبدأ الطعام، فقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ماذا يعني ذلك؟ أننا عندما نبدأ بالطعام يجب أن نقول بسم الله. ماذا نقول عندما نبدأ بالطعام؟ بسم الله. أحسنتي. بأي يد نأكل؟ اليد اليمنى أم اليد اليسار؟ اليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، يعني نذكر اسم الله. نقول بسم الله عند البدء في الطعام، ثم نأكل باليد اليمنى، ثم نأكل باليد اليمنى. هل أتناول الطعام من أمامي أم بعيد عني؟ لا أتناول الطعام بعيد عني، أتناول الطعام الذي أمامي، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، كل في يمينك، كل مما يليك، مما يا غلام سم الله، سم الله وكل بيمينك، كل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول يا زينب؟ يا غلام، يا غلام سم في يمينك، سم الله، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. هيا يا زينب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك، مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. هيا يا زينب. يا غلام سم الله وكل من بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اليد اليمنى، نستخدم اليد اليمنى في الكتابة، في تناول الطعام. عندما نتناول أي شيء فإننا نتناول باليد اليمنى، نتناول باليد اليمنى. وعند تناول الطعام أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتناوله باليد اليمنى. وماذا نقول عندما نبدأ بالشراب يا زينب؟ عندما أبدأ أشرب العصير، عندما أبدأ أشرب الماء، ماذا أقول؟ بسم الله. بسم الله حتى يبارك الله لنا في طعامنا. عندما نقول ذلك يبارك الله لنا في طعامنا، يبارك الله لنا في طعامنا، يبارك الله لنا في طعامنا. ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ماذا أفعل معها؟ أسلم عليها، أسلم عليها. أضربها يا زينب؟ أؤذيها؟ أؤذيها بيدي؟ هل أقول لها الألفاظ السيئة؟ مثل: يا حيوانة، يا كلبة. هذه الألفاظ، هل يصح للمسلم أن يقول لصديقه يا كلب يا حيوان؟ أي اسم منبوذ؟ هل نقول لصديقنا هذا الكلام؟ لا، لا يقول المسلم الألفاظ البذيئة. يا زينب، ماذا نفعل عندما نقال صديقنا؟ نقول له:
السلام. السلام عليكم. ماذا نقول لصديقنا؟ السلام عليكم. ولا نضرب صديقنا ولا نشتمه، ولا نضرب صديقنا ولا نشتمه، ولا نضرب صديقنا ولا نشتمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون، يعني لا يؤذي المسلمين من لسانه ولا بيديه. ما المسلم لا يؤذي أحد بلسانه ولا يده، بلسانه عن طريق السب والشتم، ما يصير إن أنا سب أو أشتم، واليد عن طريق الضرب. الضرب ينفع يا زينب إن إحنا نضرب صديقنا أو أختي أو أخي، أضرب أي أحد. لماذا؟ أو أي أحد من الناس. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ماذا قال الرسول؟ المسلم من سلم المسلمون. أحسنتي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم. أحسنتي يا حبيبتي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نلون يا زينب.